معنا هاتفيا من اسطنبول السيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. خاضعة للضغط الإيراني. سيد نظير، إذا تيار الحكمة ذكر أن أي محاولة لحل الحشد ستؤدي إلى إسقاط الحكومة، على ما استند تيار الحكمة في تقديراته، يعني هل هو تهديد مبطن لحكومة عبد المهدي بعدم الانجرار لما تريدها أمريكا؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يعني التصريح اللي قال النائب عن تيار الحكمة اللي هو أسعد المرشدي يعني أظنه قال الحقيقة، لأن الحكومة عادل عبد المهدي المنبثقة هي بالأصل من الميليشيات التي لها ممثلين في البرلمان بكتلة البناء، هي من جاءت به إلى الحكم، وبالتالي إذا ما فكر ولو على سبيل التفكير في الاستجابة للرسائل الأمريكية بمحاولة حل الحشد أو الحد من فعاليته، فهو فعلا يغامر بإسقاط حكومته، لأن الخطوة التالية لمثل هكذا قرار ستكون خطوة اجتماع البرلمان على سحب الثقة من حكومته، وبالتالي هو يندرج هذا الحديث لهذا النائب بإطار التفكير لعادل عبد المهدي من مغبة التفكير في موضوع حل الحشد الشعبي. طيب، صحيفة الأوبزيرفر البريطانية تحدثت عن تداعيات كبيرة على العراق من جراء هذه الحرب بين أمريكا وإيران. أي فائدة ستجنيها حكومة عبد المهدي من وقوفها مع إيران ومن خلف هذه الميليشيات؟ يعني كيف ستساهم هذه المحاصصة في وصول العراق إلى هذا المأزق؟ طبعا بالتأكيد لا مصلحة للحكومة العراقية والدولة العراقية ولا حتى للشعب العراقي من الانحياز لأحد أطراف الصراع الإيراني الأمريكي، لكن حكومة العراق هي أسيرة لما تقرره الميليشيات والقوى الفاعلة التابعة لإيران، فهو يعني هذه الحكومة لا تملك الإرادة المستقلة لكي تستطيع أن تصنع لها موقف محايد ما بين هذا الصراع الإيراني الأمريكي، وبالتالي انحيازها للجانب الإيراني هو حاصل تحصيل وليس يعني موضوع للنقاش وللشك. هذا ما أكد وزير المالية الكردي فؤاد حسين، الذي قال أن محاولات الولايات المتحدة لقطع العلاقة الاقتصادية الإيرانية العراقية يعني معناها إسقاط لحكومة عادل عبد المهدي، وهو أيضا محق، كون أن يعني قطع العلاقة الاقتصادية أيضا الآن في هذه الفترة مع إيران سيجعل إيران توعز لميليشياتها ولنوابها الذين موجودين في البرلمان العراقي لإسقاط هذه الحكومة. نعم. طيب، الجميع تحدث عن عادل عبد المهدي بصفته مرشحا توافقيا بين أمريكا وإيران، يعني وجوده في الحكم إلى أي مدى كشف عن هذه العلاقة التخادمية بين الجانبين التي التقت على شخصية عبد المهدي وهو شخصية تابعة للمجلس الأعلى ذي الدعم الإيراني؟ العلاقة التخادمية ما بين النظام الإيراني والولايات المتحدة لم تبدأ في حكومة عادل عبد المهدي ولا في موضوع تسليمه لرئاسة الوزراء الحالية. هو هذا التخادم كان موجود منذ بداية الاحتلال ولحد الآن مستمر، لكن أنا الذي يثير يعني تعجبي واستغرابي من كون أن هذا التخادم الأمريكي الإيراني كان النظام الإيراني هو الرابح فيها في دائم الأحوال، على طول الخط يكون النظام الإيراني هو الأكثر يعني كسبا في هذا الموضوع، وبالتالي أصبح البلد مسيطر عليه من قبل النفوذ الإيراني، بينما النفوذ الأمريكي الآن محدود ومحدود جدا، لا يقتصر إلا على بضعة يعني آلاف من الجنود متواجدين في الأراضي العراقية. نحن يعني نستغرب من هذا التخادم الذي هو باتجاه واحد وليس باتجاهين يعني متقابلين، هذا الذي يعني يثير استغرابنا. ميليشيا الخراساني أكدت في تصريح لها أن أي هجوم عليها في العراق فإن حزب الله اللبناني ملزم بالرد عنهم، يعني ألا ترى أن إيران تدفع ميليشياتها في المنطقة إلى محرقة ستؤدي إلى تدمير هذه الميليشيات؟ طبعا الجميع يعلم أن النظام الإيراني لا يقاتل بجنوده، هو يقاتل من خلال الميليشيات التي صنعها في أكثر من دولة،
وبالتالي هذا متوقع أن إيران تدفع ميليشياتها للدفاع عن مصالحها ويعني سياستها الاستراتيجية بالمنطقة. لكن أنا الذي أستغرب له، ما الذي يلزم حزب الله أن يرد على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل لسواد عيون ميليشيا الخراساني؟ يعني هذا شيء غير منطقي. ولنكن أكثر دقة، يعني حزب الله أو الميليشيات الشيعية في العراق لا أظنها ترتقي إلى مستوى الرد على الهجمات التي تلحق بها من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة. وعلى سبيل الدقة، اليوم كان العالم كله ينتظر رد فعل حزب الله على الهجوم الإسرائيلي قبل أيام، ولكن ماذا حدث؟ حدث أنهم ضربوا عجلة إسرائيلية لم تلحق أذى بهم، وبالمقابل إسرائيل قصفت مناطق خالية من السكان ولم تلحق أذى بحزب الله، وبالتالي وكأنها مسرحية لتبرير ما يحدث خدمة لنتنياهو في الانتخابات القادمة لكي يخرج بطل قومي عند الإسرائيليين لكي ينتخبوه. هذه عملية التخادم الخفية الموجودة ما بين يعني نظام الإيراني وميليشياته وإسرائيل، والضحية دائما هي الشعوب العربية المبتلية بهذه الميليشيات. نعم، شكرا جزيلا لك سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي.